عمي محسن، أنا رح أحكي لك شو السيرة. نعيم سكر على السيرة، اتركه يحكي. أنا من كام يوم كنت عم عد الغلة وخطر ببالي إني مد إيدي على الغلة لأني كنت بحاجة مصاري مشان الميمي مشان إخواتي. لك معقول؟ معقول تعدى على الإيد اللي مدت لي أسره وصير حرامي؟ الله يلعن أبو الحاجة. معقول خون الأمانة؟ معقول اغدر بمعلمي أبو العباس سيد الرجال وأنا لحم اكتافي من خيره وهو بوقت نحني؟ يا حيف عليك يا نعيم، يا حيف. وهون وقت فكرني صبوحي اني سرقت، بس اللي ما بيعرفوا اني انا رجعتهم لك عمي، رجعتهم. والله وكيلك يا صبوحي، والله وكيلك يا عمي محسن. انا لولا الحاجة، لولا اني كنت عم فكر بالميمي وباخواتي الصغار وشو ناقصهم، ما كنت فكرت بالقصة كلها لك صبوحي، ما كنت فكرت فيها. ايوه كان بدك تطعمي اخواتك وامك من مال حرام؟ من مال سرقة لك نعيم؟ بعدين المعلم أبو العباس إذا كان واقع بمحنة وإنت كنت بعازة مصاري، كنت تطلب مني، كنت تطلب من عمي محسن. ليش تسرق؟ ليش؟ ما بعرف ليش هيك صار لك صبوحي، ما بعرف ليش هيك صار. الله يلعن الشيطان. قوم ساوي لنا كاسة شاي تركنا لحالنا شوي. قوم عمي، صليت على النبي؟ اللهم صلي على النبي. أنت معك حق تزعل، بس الزلمة غلط واعترف بغلطه، شو بدنا نساوي؟ نقتله يعني؟ خلص في بيناتكم عشرة عمر، صفحة وننطوية. والله لما شفت نعيم بهذا المنظر ما حملني عقلي، وهلا زعلت عليه أكثر. بس بيني وبينك عمي محسن، عم بعمله هلا بنعيم وفركة إذن مو أكثر. إيه؟ بشر يا أخي، ظني كان بمحله صهرة مو قاعد عاية، ويلي فهمته رح يتولى التحري بالمشاكل اللي صايرة بالحارة بذات نفسه. لعمة لازم نلاقي له دوبارة تشلشه وتجيب أجله وتأخره وما تخليه يتحرك بنوب ولا تخليه يعرف نهاره من ليله لحتى يبعد عن طريقنا. وصلت يا أخي. لذلك يا لمعات تحركي لك شوي وشوفي شو بدك تعملي لبين ما روح انا على ديوان الزعامة وشوف هالمساطيل بشو عم بيفكروا. ولا يهمك يا اخي، الله معك. أنا لمعات، افتحي. ما اتفقت أنا وياكي يا أم سعد إنه ما تستقبلي حدا غيري؟ مزبوط يا خانو. لكن ليش كنتي عم بتقولي مين؟ كنتي متوقع حدا يزورك غيري؟ بدي خبر زبايني أول شيء وأتحجج لهم إني مسافرة. طيب طمنيني يا أم سعد، لقيتي لي بواب ودخريش للموضوع؟ وحياة عيني، بواب ودخريش ما بتخطر على بال الشياطين. يا أم سعده، صار شي على غفلة وما بيتحمل الاستنزار منوب، لازم نشتغل بهالعيلة العاطلة بسرعة. حكي لي لشوف، ذكر ولا أنت؟ شو شغلته؟ شو عملته؟ وخلافه يا خانو. ذكر، بدنا نطوش وطوش، بدي نسي اسمه واسم عيلته. ولا يهمك يا خانو، حطي ايديكي ورجليكي بمي باردة. بدي هالشي بالسرعة اللازمة لأنه ما معنا وقت. إذا كان بدك منبلش اليوم، إذا كانوا ذهبياتك معك. الذهبيات جاهزين،
وبوابي جاهزة. خلينا نبلش. يا كاشف الأسرار، يا مسير الغيوم، يا باسط الأرض، تكشف عن الغاية. طلال ابن عبدتك خجو، يا رب يا كريم، انت الشفيع يا رب، تكشف عنه وعن وجوده وين موجود. يا رب يا كريم انت، يا رب يا رب يا كاشف الأسرار، يا رب ما لنا معين غيرك يا رب. تفضلي يا خانم. وبعدين يا أم سعد؟ ولا قبلين، انت اعملي اللي بقلك عليه وتركي الباقي علي. خلاص مشي، بس اياكي ثم اياكي حدا يحس عليكي او يشوفك او يعرف بالامر. لا توصي حريص يا أم سعد. الحساب يا خانم، ولا تزبط الشغلة بالأول. زابطة يا خانم، وإذا ما زبطت بترجعي وبتاخدي ذهبياتك على دوز بارا. أكيد يا أم سعد. أول مرة بتتعاملي معي يا لمعات خانم. هاي الذهبيات، واحدة، ثنتين، ثلاثة، أربعة، وهي خمسة. ربي عوض عليك يا لمعات خانم، كل ذهبية بعشرة. بس بدي اياكي تشدي حيلك يا مسعود. شادته منيح يا لمعات خانم. بخاطرك. شرفي خالتي شرفي. يا الله يا رب. حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. بشروا خالتي، طمنونا. خير، إن شاء الله خير. لك أحكوا شوفي. تقبرني القط علينا نفس. لك يا عمي ما بدنا نلقط نفس، بدنا نعرف شو صار معكم. لك امي خلينا نقعد وبعدين بنحكي بالمهدوي. الله يرضى عليكم. بس لنرتاح يا رب. اللي ظهر بالمندل مع الست نعيمه انه طلال مو طالع برات الشام ابدا يا خالتي. ايه وشو كمان؟ يا خالتي قلبنا الدنيا عليه، ماله اثر، ماله اثر، مختفي. بالمندل ظهر انه طلال قريب منا وحوالينا. شي وين يعني حوالينا؟ يعني حوالينا هون هون، حوالي الحارة، بالمالكان لخالتي، يعني هيك شيء. خالتي بدي افهم، ما بين معه بالمندل، شو سر غيابه على الشاكلة؟ لك معلوم خالتي بين بالمندل، وهي خالتك ام حسن كانت قاعدة، سألها. معلوم خالتي حمزة، هي الحجة نعيمة من اهل الله معطية. لك يا جماعة، المهم فهمونا، ما بين معه بالمندل، شو سر مسببات غيابه لهالعاطل؟ على قول المندل السبب كان بكبر البحر وبصغر السمسمة. شي شلون هي؟ لك ما بدها حكي لك خالتي، يعني السبب كبير صغير، ما هيني ما بدها تفسير. خالتي والله ما عم بفهم عليكي، فهميني. اخي وصلونا للزبدة خالتي، وصلونا للزبدة. الزبدة انه الولد حوالينا وبمطال اليد. شي يعني كل هذا ظهر بالمندل خالتي؟ لا لك خالتي، لسه ما خلصنا من قصة المندل. يب معلوم، ولسه في إلنا شي 3-4 جلسات مع الست نعيمة كمان. حبيبي عالسيراني، يعني لسه بدنا نستنظر ونتصفن ببعضنا البعض. خالتي روحي وصلت لروس مناخيري. ها هلا من أول مندل بدك يظهر الولد لخالتي، إيش ولمسة نبي يعني. وإذا مطت وشطت وأخذت للسيرة سن زمان خالتي، شو نعمل؟ شو عم تحكي أنت التاني لخالتي؟ لا لك يا ابني، الروح بتطلع شوي شوي. يا جماعة لكم شغلة، أنا روحي ما صفى على طلوعة إلا شويها. يا سلامة روحك يا تقبرني، بعدين الجلسة الثانية الله بعدي اسمه يمكن يفتح على بصيرة المخلوق.
بتهون ابو العباس بتهون. لا اله الا الله محمد رسول الله. بتهون الله. كل شيء بده طولة بال. اي والله صدقتي. كيفك صالحة؟ الحمد لله. أهلا فيكي. أهلا فيكي حبيبتي. شرفي. شرفي. رح أعملكم القهوة أنا. إيه حبيبتي ما بدي أعذبكم، كملوا شغلكم. لا أيوة أهلا وسهلا، شو هالحكي؟ شرفتي تقبريني، حلت علينا البركة. أهلين وسهلين. يو، إيش هالقصص اللي عم نسمعها بالحركة اليوم والتاني؟ إي والله والله ما نمت الليل وأنا عم فكر فيكم. إن شاء الله بتقبري قلبي. أصيلة. أصيلة يا لمعات خانم. يا أم طالب، إنه أولاد هالحرام ليش لحتى يحرقوا له محله لهالمسكين؟ لأ، وفوقه ينزلوا على بيتكم ويسروا الأمايش من هون. ما بقول يا لمعات خانم غير هالسيرة مدبرة ومقصودة. معلوم؟ إيه معلوم مدبرة ومقصودة، لكن شو؟ لمعات خانم، إن شاء الله بتقبري قلبي. قلتك مين إله مصلحة يعمل فينا هالعمايل؟ هلأ مين؟ الله أعلم. بس انت يا ام طالب لازم تفتحوا عيونكم وتتفحصوا وتتمحصوا منيح، ولازم تعرفوا مين محبكم ومين مبغضكم. الله وكيلك ابو طالب، من يوم يومه ايده للخير طايله، وانت بتعرفي يعني لا له عدوين ولا له مبغضين. اختي ام طالب، هذا الحكي قبل ما يصير جوزك بالزعامه. شلون يعني تقبريني؟ يو شو شلون يعني؟ حبيبتي هلا انتو صارت مفتح العين عليكم هالقد، صرتوا اهل حكم وسياسه. يعني حسد وضيقة عين. شو شيخ الشباب ماني شايفته وينه؟ خليها لربك. امبارح اولاد الحرام اللي سرقوا الامايش حاولوا يقتلوا. حاولوا يقتلوا طالب؟ الله وكيلك مثل ما عم بقلك. ايه وبعدين شو صار؟ حكولي. والله قصفت ركبي. قام يقبرني يوميتا بلطف الله، تعلق باخته مريم وراح معها عند. الحمد لله الحمد لله اللي الله نفده. وهلا وينه؟ لساته عند مريم؟ ايه والله تقبريني، هيك اخوكي ابو طالب بده. ايه بزمتي عملتوا زينة العقل، خلوهنيك عند اخته امن اله والكم. هيك قلتك تقبريني؟ ايه معلوم، لكن تتركوه هون ولسه ما بتعرفوا مين ولاد الحرام اللي كانوا بدهم يقتلوه. الله الله لا يوفقهم ولا يوجه لهم خير. من تمك لباب السما تقبريني. ايه بس مو حلو بيتنا من دون طالب شيخ الشباب، يلا معاد خانم. حبيبتي ليش وين بيتها لمريم؟ بالقصاع. ايوه اليك القصة على لحشة حجر، ايه قريبة كتير، وقت اللي بتشتاقي له بتروحي دقيقتين بتشوفيه وبترجعي. ايه والله تقبريني، هيك كمان رأي اخوكي ابو طالب. نورتينا يا لمعات خانم. تسلمي. يلا معناته بنشرب القهوة وبنروح بنشوف شيخ الشباب. ايه والله والله قلبي ناطر عليه. بتشرفينا بتشرفينا يا ست لمعات. انا هيك هيك والله مشتاقة له كتير كتير. بتعرفيني لما بدها تشوفك مريم بده يسحل العقل تبعها من فرحتها. يعني تأهلين وسهلين. في مجال اسألك كم سؤال دكتور صبحي؟ أكيد سيد حسان، تفضل سأل بدك إياه. يعني في حالة قدرت تقنعنا إنه الخاطفين قدروا يهربوا الفاعل من الشباك هذا. ايوه. برأيك معقول يخطفوه بهالسرعة والبساطة هي بدون ما حدا ينتبه من العاملين بالمشفى؟ مستحيل سيد حسان، لأنه عندك الأطباء والممرضين والخدم مناوبين طول الليل. يعني بدك تفهمني إنه كل هدول كانوا يومتها ولا حدا انتبه؟ مو هذا اللي حيرني وحير المغفر وحير الجميع؟ يعني أكيد الخاطفين أذكياء لحتى قدروا يتصرفوا هيك تصرف. أكيد واضح. بصراحة هيك حالي عمرها لا حصلت عنا هون بالمشفى ولا بباقي المشافي. لا يا دكتور، بهي أنا بدي خالفك، لأنه هي الحالة صارت بس مو بالبساطة والسرعة اللي صارت عنكم أنتم. جايز. طيب فيني شوف الدكتور اللي أشرف على علاج الفاعل والممرضين اللي كانوا مناوبين ليلتها؟ أكيد بكل سرور. تشرف تفضل. شكرا. هلا دكتور، نضلوا بحلقتنا؟ مين هنين؟
هدول الدرق اللي صار عم ينقلوا بالسايق والحارات. هلا انت شو زعجك بنقلتهم بالحارات وبالزقايا لك ما سعديك؟ لانه الزباين عم تخاف. مزبوط مزبوط معه حق، لانه تعكرنا وتعكرت حياتنا من يوم ما قوصوا ابنه لابو طالب، وبلشت بقى دورية طالعة ودورية فايتة، دورية طالعة شو هذا؟ يعزمني اياه. يلا صحيح، شرف وشرف. بالحقيقة أنا سبق وعرفت عن حالي للسيد صبحي. شرفنا بحضرتك، وما بخبي عليكم إنه المتضررين من هذا الشيء كله اللي عم بيصير هن أهل زوجتي. بعد ما شعرت إنه مخفر الحارة غير قادر على معرفة الحقيقة لحاله، اضطريت إني أتعاون معه. مشكور. شكرا لك. وحتى تدخلي مع مخفر الحارة حيكون بصيغة رسمية، بمعنى إني أنا خبرت مكتب الأمن التابع للمحافظة. إحنا بالخدمة. مهم حضرتك، إذا شفت الفاعل ممكن تتعرف عليه؟ بقصد أوصافه، شكله، سحنته. أكيد. أمر شيخي. يسلم. إن شاء الله. أنا زعيمنا. عشت. الله يخلينا وياك. مراد أغا. يسلموا يا بدر. إن شاء الله. أنا الله يرضى عليك. مدروب. صحتين زعيم. يسلم على اليدين. ميت أهلين بالجوية. أطعناك مراد أغا. كمل. يا سيدي، مقترح نشر عناصر الدرك بالحارة وبالسوق إجا بمحله يا أخوان. هذا من جهة، ومن جهة ثانية رح يحد من تحركات الدناب الفرنساوية وهجماتهم، وفوق منها رح يخلي الناس يشعروا بالراحة والأمان. كلامك معي هو بنوب أغا، بس ما بتلاحظ معي إنه وجود الدرك بالحارة غير مستحب؟ مستحب ولا غير مستحب؟ مو أفضل من تعديات هالزهران كل ساعة والتانية على الحارة؟ كلامك بمكانه يا مراد أغا، بس يعني وجود الدرك بالحارات والزقايق هاد بيسبب ريبة وغضب عند الناس. أنا بقول هالشي أفضل ما نسمح لهالمشكلجية هدول إنهم يصولوا ويجولوا بالحارة على كيفهم يا جماعة. يلي بتشوفه. أنا بقول يا شيخ بلال، كلام مراد أغا بالوقت الحاضر هو عين الصواب. إيه نعم. بعدين يا جماعة، الدرك ما راح يضلوا قاعدين بالحارة طول عمرهم، مجرد ما يلتقى حل لهالسيرة هي أكيد رح يرجعوا لمخفرهم وتعود الحياة لطبيعتها بالنسبة للحارة. هذا الكلام المزبوط مراد أغا، لازم نقلع هالناس قلع من حارتنا حتى نتفرغ لخدمة بلدنا وعيالنا. لك يحرس دينك يا أبو طالب، هذا هو الكلام المزبوط. ويوم يلي بحل الأمان والسلام رح ترجع كل الأمور سهلة وسلسة بالحارة يا جماعة. صحيح صحيح. الأمر الثاني. تفضل تفضل تفضل. أنا أمرت زلمي يجيبوا المعمرجية ويعمروا دكان أبو شوكة الخياط ويرجعوها مثل ما كانت وأفضل كمان. الله يعوض عليك كل قرش وعشرة. اخطيه الرجال مناقصوا دفشة لورا. بارك الله فيك يا مراد أغا. أصيل وابن أصول يا مراد أغا. ولو، هذا واجبي يا أبو طالب، وخير الله كتير. وبعدين ما حد أخذ معه شيء يا جماعة إلا العمل الصالح، وكمان الأمايش الرجالية والحريمية يلي راحت بالحريق وبالسرقة من بعد إذن الحاضرين، يعني ما تأخذوني، راح أجيبهم أنا على نفقتي الخاصة من بعد إذنكم. ها؟ لا لا، كتير هيك مراد أغا كتير. شو شيخنا أبو عدنان؟ عمي، بدك تسمح لي أنا شاركك. ورحمة الأولى والصالحين، ما حدا بيحط من جيبته فرنك. أعوذ بالله يا جماعة، خير الله كتير. بعدين أنا بدكم ما تأخذوني، يعني أنا كمان عضو من عضوات الحارة، وخص نص نابك يا أبو طالب وسندك ودراعك اليمين. ولو يا أبو طالب. وبزمناته أبي اختلف مع شخص، وبعد فترة لقوه مقتول بمحلة الربوة. يو، وليش ما جبتوا سيرة هالشخص لهلا؟ أنا معاد خان، وعم قلك من زمان، يعني من أيام وسنين. ليش بكون يا جماعة؟ وإذا من زمان، بلكي هذا الزلمة أهله دريوا بالقصة وبعد زمان إجوا ياخذوا بالتار. يو، لا مو معقول. وليش مو معقول حبيبتي؟ كل شي جايز بهالأيام، وخاصة عم بتقولولي إنه أخي أبو طالب ما له عداوات بالحارة منو؟ والله يا مو مريم، جايز يكون حكي لمعاد خانهم مزبوط. شلون راحت عن بالنا هالسيرة يا مو؟ معناها يا مو مريم، لحنا لازم نذكر أبوكي بهالسيرة. لازم يضل ببالكم هالشي يا جماعة. يو، أكيد.
وإذا أخي أبو طالب ما رح يتحرك أنا بصراحة رح أقول لمراد آغا يتحرك. لا تقبريني، أنت طولي بالك، لحنا اليوم بدنا نحكي مع أخوك أبو طالب ونشوف شو رأيه بالموضوع، بعدين مرد لك خبر. إيه شو يا جماعة، شو مشربينه لشيخ الشباب حتى نايم كل هالوقت؟ والله من كتر محبته لخالتي أم عبده من على بكرة الصبح هو عم يلعب معه. إيه والله والله ناطف قلبي حتى شوفه. خلص لبين ما نتغدى بيكون فاق إن شاء الله. يو يسلموا إيديكي حبيبتي، أنا شو جاي أجربكم؟ لا يو جيتك عزيزة وغالية لمعاد خانم، يمين عظيم ما بتروحي حتى تتغدي عنا؟ تسلمي لي حبيبتي ويسلم لي المربى. أنا معقولة تطلعي من عنا بوقت الغداء وما تتغدي؟ إيه مو حلوة منه. تسلمي يا أختي أم طالب، بس والله مو ببالي، بس جاي عبالي فنجان قهوة من إيدين مريم. معناتها أنا بحط الركوة عنا وأنا بلقمة. يلا يلا لأطلع شوف طالب. إيه معكم خليني لك هذا معكم. تعالي حديثة تحت، تعالي دوبرين تعالي حبيبي. تقبر قلبي على هالنومة. ليك الشر عن قلبك يا معاد خانم. الله يسلمك. نومي الحين ان شاء الله. شو مريم؟ وعلى اساس تشربيني قهوة من تحت ايديكي؟ مو تكرم عينك على عيني وراسك. جيب لها مزار. ايه تقبريني بسرعه بسرعه. يلا الان تعالي سيبك يا مو هلا ما كان فيك شيء تحت. تعي تقبريني تعي قعدك على الكنبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلين وعليكم السلام ورحمه الله. الله يشرف. اهلين بنسيب زعيم الحاره. لك زور مراد اغا. كيفك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. حبيت امره لعندك يا عمي وخبرك. وهي بوجود العضوات. إني أنا أخذت تصريح خطي من مكتب أمن المحافظة لكشف الفاعل، طبعاً بالتعاون مع المخفر. كتير مليح، بري عليك عمي. ومين إلها هالرواية غيرك؟ معناها بدنا إياها منك. ها؟ أكيد يا شيخ بلال، ولا تقبل إلا بالحقيقة كاملة. وأنا أخذت عهد قدام نفسي وهي قدام عمي أبو طالب وحضراتكم إنه ما أقبل إلا بالحقيقة كاملة وأكشف الفاعل. بارك الله فيك عمي، بارك الله بخصالك الحميدة. الله يحميك وياخذ بإيدك. جواد، جواد ابن أجاويد عميم. لك يقرف شبابك وشباب اللي خلفوك على هالخبرية اللي بتهز البطن. يعني شو رأيك أبو يحيى؟ الفاعل من الحارة ولا من برات الحارة؟ سيدي يعني عدم المؤاخذة، ما بتلاقيها صعبة علي شوي إني جاوبك على هيك سؤال؟ تقديراتك يعني. والله هي يعني الشغله سيدي بدها شويه صفني لحتى اقدر جاوبك على هيك سؤال. معناتها صفن لي فيها من هلا لبكره، بدي اعرف شو رايك بالقصه. ايه بامرك سيدي. صباح الخير. وانت من اهله ابو يحيى؟ نعم سيدي. لا تروح، بدي اشوف اذا بدهم اغراض بالبيت. ايه على راسي سيدي. صباح الخير. وانت من اهله. شيء هلا الفاعل من الحاره ولا مو من الحاره؟ يبدا صفني وصفني طويله كمان. شو هالحكي يا مريم؟ خالتي يسعد مساك تقبرني. كيف خالتي؟ منيحه. شو وين مريم؟ ماني شايفه من ساعه اخذت الصغير ونيمته بغرفتي.
ايوه وينه هلا؟ بغرفته بس يبعث لي حمه تعبانه شوي. خير ان شاء الله. طيب خالتي معلش تعملي لي فنجان قهوه بعد اذنك؟ على عيني. مين انت؟ شو جابك لهون؟ شو خوتك لعندي على الأوضة؟ ولك شبك؟ لك شو صار لك؟ أنا حسان جوزك. اطلع لبرا، اطلع لبرا، ما بدي اسمع صوتك، اطلع لبرا. لك شو بدك تطلع لبرا؟ لوين بدي اطلع؟ لا حصحيتي، حصحيتي. طول بالك حسان، شوفي شوفي خلص طول بالك. شو لقيتي شبه؟ طول بالك شوفي بس اديني شوفي. ان شاء الله اطلع لبرا. لك لوين بدي اطلع؟ ان شاء الله هي الغرفة غرفتي بيت بيت. انتي عم تصر علي، لوين بدي اوصل لوين؟ طول بالك طول بالك. لك خالتي فهميها يا هلا، قولي لي قولي لي شوفي شوفي. ان شاء الله طلعوا برات البيت، لك اطلع برات الاوضه ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله اطلع برات الاوضه، اطلع برات الاوضه. ولك فهميها علي يا هلا مين؟ لك انا حسان بطلتي تعرفيني. تهيئة. ليش هيك عم تتصرف بهي الطريقة؟ شو الحجة؟ شو المنطق هذا اللي عم تعمله؟ معلش تقبرني بس انت طول. خالتي بدي افهم ليش. يمكن هي مريم اخذ على خاطرها لو انت ما تدخلت بقصة اهلها. هي قالت لك هالحكي؟ لا هي ما قالت شيء، بس انا حسيت لانه الشغلة وصلت لاخوها يلي هي روحها متعلقة فيه. ما انا اليوم بالذات قررت اتولى هي القضية. بعرف تقبرني بانه انت ما رح تتخلى عن هالعيلة كرمال عيون مريم، بس هي هلا مانا رايقه، اتركها خليها تروق وبترجع لبيتها. الله يرضى عليك. برات البيت، اطلع برات البيت ان شاء الله، طلعوا برات البيت. معلش تقبر عيوني، مرق لي هالليله على خير. يا خالتي مو حلوه تروح لبيت اهلها بنصاص الليالي، مو حلوه. بعرف انها معنا حلوه، بس معلش بلا ما نكبر هالسيره مشان شغله فاضيه. لك خالتي كل هذا الشيء اللي عملته وبتقلي لي لا تكبرها؟ ما بعرف شو صاير معها، معلش تقبرني، بلكي هالليله بترجع لعقلها ورجدها. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفي خالتي انت بنفسك بتروحي بتجيبيها. ايه تقبرني انا بروح لبيت اهلها وبجيبها بذات نفسي، بس انت مرق لي الليله على خير. شوفي ابو يحيى خليها اخذها وصلها عند اهلها. انا راحت على راسي وفيق ابو يحيى. معلش تقبر قلبي هي هالليلة وبتمرق. خالتي ما عم بفهم، لما أقول مشان هيك قصة تتصرف شو عملت؟ ما أنا قلت لك تقبرني إنه هي متعلقة بأخوها وروحها فيه. ولك خالتي أنت شو عم تحكي؟ لك ما أنا كرمال هذا الموضوع بالذات أخذت إجازة من شغلي وأجلت سفري بس لأتفرغ له. الله يرضى عليك ويحن عليك، تطول بالك شوي لأنه طولة البال من الرحمن. ما بدك تتعشى تقبرني؟ يمين عظيم ما بتنام إلا تتعشى. معلش خالتي عذريني. طيب وإذا قلت لك كرمال عيون مريم؟ ليش أنا مو كل شي عملته بحياتي كلها كرمال عيون مريم؟
300 آخر الشيء، بتعيط علي وبتقلعني برات الغرفة وبتقلي لي كرمال عيون مريم. معلش تقبرني، انت قلبك كبير وحنون والمسامح كريم. عمي انا سايرتك ومو من جوات قلبي، تصدقني يعني ما بصير تتكفل بالقماش لوحدك ولا بأي شكل من الأشكال. شيء انا حقي كزعيم اني اتشارك انا وياك. يلي عم يقوله اخي ابو طالب معه حق فيه. صحيح، والحمل على الجماعة خفيف، والله بارك بالجماعة. معنات كلامكم اني انا ماني قد الحمل. اعوذ بالله يا مراد اغا، ما كان هذا القصد بنوب. انت قد الحمل وزود، بس انا من واجبي كزعيم اني ساهم بهذا الموضوع من خير الله وخيرك. مظبوط هالكلام، والله لا يفرق بيناتكم يا اغا. انا قمت بهالبادرة هي حتى تبقى جنابك متفرغ لامور الزعامة ولمصالح الناس، وما تلهي حالك بأمور صغيرة وعرضية وبسيطة. وأنا ما بدرت بهالموضوع يا أبو طالب إلا لأني دراعك اليمين ونائبك. قلت حالي حتى خفف عنك الحمل يلي الجبال ما حملته، والمصاري هي العن أبو المصاري، بتروح وبتجي. شو يا جماعة، شو جيبتي شو جيبت أخي أبو طالب؟ صح ولا أنا غلطان؟ حاشاك من الغلط يا مراد آغا. من هالناحية كلام الآغا مطرحه أمين. إذا هذا السبب مراد آغا معه حق يا أبو طالب. إذا هيك شايفين خلص على بركة الله. الله يعوض عليك كل قرش بعشرة يا آغا. آمين يا رب العالمين. على كل حال يا جماعة، أنا بلغت زلمي من الليلة الماضية إنهم يشتروا الأمايش الرجالي ويأخذوها لعند الخياط أبو شوكت، والأمايش الحريمي كمان يأخذوها لعند حرمة الخياط أبو شوكت. أبو أدهم ما في لزوم، خلي حريمنا يعملوا هالشي. هلا بلغتهم ومشي الحال، خلي حريمكم للأمور الجاي. عن إذنكم شوف مين على الباب. إذنك معك. شايف أنا ليش حكيت هيك؟ لأنه هيك الشغلة بدها تتكرر، بعرف. صحيح. بشرو مثل ما بظن إنه الشغل ماشي 100%، وأكبر دليل شوفير صهره لكم بالرملبك. عصيف الله يعطيكم العافية، دخل انت تدبر شغلك كمان مع ابو طالب. يلا يلا. عمي ابو طالب سواء نسيبكم على الباب ولا بدي اياك مبالغ ضروره، وكيت معه ليفوت ولا تتعب. شو ولا حكي؟ خير 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 خير. طيب عن اذنكم هلا راجع. لا تطول علينا، يلا جاي معك انا كمان. مراد اغا بدك تعذرني، لازم امشي. بس مالك حق يا ابو طالب، العشاء جاهز وصار على شرف جنابه. يا اللي شانك وما ادارك يا مراد اغا، بس انا مضطر اني امشي لانه صاير عندي مشكله بالبيت لازم اني ارجع. خير، اللهم اجعله خير. بعدين يا مراد اغا بعدين. بس مو حلو تروح هيك بدون عشاء. معلش يا مراد اغا، نحن مو جايين نشربك، بعدين جايات اكثر من رايحات، وهذا بيت اخونا. طيب رح نستناك هون لحتى ترجع. لا 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 ما في داعي، الله يخليك. اعتذر لي من اخواني العضوات والف صحه يا رب. علي جيري ووجتني. اول الراس حنجري مع نور الدين، ولسه اللي جاي العلو كقرابي. استنى شوي، استنى قهر كل السنين اللي فاتوا، رح طلعوا فيك وبعيلتك. امانة الله تخليني اروح معك، انا اخوك بعهد الله. لك يا رجال والله ما في حاجه، خلص فوت لعند رجالك واعتذر لي منهم. تصبحوا على خير. وانت بخير، مع السلامة. الله معك ابو يحيى. عمي ابو طالب بترجاك تتروق شوي. بصير خير يا ابو يحيى. يلا السلام عليكم. الله معك. عليكم السلام. طالب
يا عم طالب. يلا يلا. ويكم. هيكنا يا عمي. لك شو القصة اللي سمعتها من أبو يحيى؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك تقبرني. فهميني مثل الخلق يا عم طالب. مزبوط بنتك مريم إجت من بيتها بدون شور جوزها؟ إيه تقبرني. في هيك شي؟ وهيك؟ هيك عم تقوليها؟ والله والله أنا مالي دخل. أول ما شفتها جاية من الباب دغري بعتت وراك، يعني تربطت إيدي، ما عرفت شو بدي ساوي. وين هلا؟ ليك جوا بغرفة أخوها طالب. طب عرفتوا شو السبب؟ كل اللي فهمناه يا بي إنها ما لا قدراني تتطلع بوجه جوزة. شي؟ تقول صاير لها شي كاينة يا بي؟ شي مثل شو؟ الله أعلم. تركونا لحالنا يا بي. أمرك يا بي. هاي ما شو بتقول يا أخ؟ أكيد أكيد الموضوع صبط، لأن وشه ما عاد تفسر بعد ما حكى معه سوا سارة. أوعك تشكك بقدرات لمعات يا أخ. معقول شكك بلمعات حبيبتي؟ أعوذ بالله. وزلمنا مرابطين حوالين بيته حتى يجيبولنا الأخبار السارة إن شاء الله. طمن بالك يا أخ، بكرة رح روح شوف بعيوني واسمع بدني. ما بكون مرات آغا إذا ما بخلي كل المقربين منه يملوا منه ويبعدوا عنه. شو بتقول يا أخ؟ أكيد أكيد الموضوع صبط، لأن وشه ما عاد تفسر بعد ما حكى معه سوا سارة. أوعك تشكك بقدرات لمعات يا أخ. معقول شكك بلمعات حبيبتي؟ أعوذ بالله. وزلمنا مرابطين حوالين بيته حتى يجيبولنا الأخبار السارة إن شاء الله. طمن بالك يا أخ، بكرة رح روح شوف بعيوني واسمع بدني. ما بكون مراد آغا إذا ما بخلي كل المقربين منه يملوا منه ويبعدوا عنه. الله الله من عالي سماء يا آغا ينولك كل شي ببالك. لكن يوشي علي ويحكي عني طالع نازل بالمحافظة وياخد الزعامة بالخصة والندالة وضل ساكت له؟ مو معقول، مو معقول. اي والله بيستاهل يا اخ. علي الحلال لو بحط ما فوقي تحتي الا ما صغره وزله وارجي حقيقته للناس. كبير كبير وحكيم وما بتقبل بالزايحه منه بمنه. شو الكلام اللي سمعته من امك واختك يا مريم؟ احكي يا بنت احكي. انا ان كان غلطت منك سماح يا بي. سماح مو مني، سماح من جوزك اللي من لما جوزك لهلا وهو حاملك على كفوف الراحات. معك حق. وانا ما ربيت بنات يتركوا بيوتهم ورجالهم هيك من شورهم. مزبوط يا بي. ولا من اخلاقنا ولا من عاداتنا ولا من شيمنا نقوم بهيك فعايل. احكي شو وجعك؟ والله ما بعرف. شو اللي صاير بينك وبين جوزك؟ والله ما بعرف. شيء لكن مين اللي بيعرف؟ مشان الله صدقني والله العظيم ما بعرف. ما بتعرفي وهيك بتقطشي وبتلا شيء. جروح حلف لك انه والله العظيم ما بعرف. ليكون زعلانه لانه تاخر بملاحقه الارزال اللي عم يزعجوا لك اليوم الثاني. لا الزلمه دق على صدره واليوم اجى على ديوان الزعامه واكد لي انه لا رح يكن ولا رح يستكين ولا رح يهدى قبل ما يكمش الفاعل حتى لو على موته. الله يجيبك يا طولة البال. يلا يا بنتي يلا، الله يرضى عليكي. البسي اواعيكي بسرعه، بدي وصلك على بيت جوزك. ان شاء الله بوصلك امي. لك امي مو وصول، الله يرضى عليكي. لك امي مو وصول، هذا جوزك. الله يوفقك الله يوفقك. لك قولي لي بس شو عمل لك؟ شو عمل لك حتى ما بدك تقولي؟ شو سوى عليك؟ ما بعرف ان شاء الله لا تخلي. طيب اهدي 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 تقبريني. طب خلص اهدي اهدي حاجتك. يا خلص انا رح احكي.
طالب؟ ايه تقبرني؟ شو صار مع البنت؟ انا عم بقول يعني شو صار مع البنت؟ انا عم بقول يعني يرحم والديك بركي مخليها تنام عنا هالليلة. انت عم تحكي هالحكي يا ام طالب؟ لك شو بدهم يقولوا الناس عنا؟ بنت ابو طالب الانواتي حردانه ورجع على بيت اهلها. ان شاء الله بتقبر قلبي، بس يعني ما حدا رح يعرف بهالليله. لك طيب ليش؟ والله هو ما في سبب ابو طالب، يعني مثل ما تقول البنت ضايقه خلقها وحابه تبات هالليله عنا. شو؟ لما بيكون لها رجال حامل على كفوف الراحات تيجي تقضي العمر كله عنا، لك بنحطها بعيوننا، بس بهالطريقه هي مثل البنات اللي مو مربيين؟ لا. انا ابو طالب الانواتي لا قبل لي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أم طالب فوتي جيبيها وغير عن جوزها مو بيت الليلة. كرمال خاطري مشان الله بس هالليلة الله يوفقها. الشغلة مو بالخواطر ومسح الدنيا يا أم طالب، ولا بنات الناس كانت ثابت. هاي بنت الزعيم أبو طالب الأنواتي، بكرة الناس بسنوا قوانين على هواهن وبيقولوا إذا بنت الزعيم حردت فشو نحن قدام بنت الزعيم؟ بس والله يا أبو طالب البنت ما عندها كتير. شو؟ عندي هيك أبو طالب بدك تكسري كلامي يا بنت؟ والله مو قصدي يا أبي. إذا مو قصدك يلا البسي أواعيكي بسرعة. لا يا أبي إن شاء الله جوزي بدك تركني مرتاحة هون. راحتك هنيك عن جوزك مو هون. بترجاك يا أبي بوز إيدك تركني هون. بدي أفهم ليش؟ يا أبي بدون ليش عم بترجاك عم لك الله يخليك تركني هون. الله يجيبك يا طولة البال لك مريم، الله يرضى عليك لا تخليني أطلع عن طوري. غصباً عنك بدك تمشي. ان شاء الله لا تخصبني على شيء. شي بدك تخجليني قدام الناس ويقولوا بنت الزعيم ابو طالب الانواتي حردت ونصير علكه بتنب البشر؟ ما بدي روح ما بدي روح ما بدي روح. ديروا بالكم عليها. لك شو صاير لهالبيت؟ مصايب عم تنزل فوق راسنا. لكن ابوك يضرب مريم. لا تزعلي من ابوك والله عنده اياكي بالدنيا تقبلي. لك شو صار لك حياتي ما راح اعطيك صوتك وشي ابوك شو صار لك تقبلي انت هالكف لقلبي وعيوني. بعد لحم عليكي بعد لحم عليكي. خليه يلقى إذا بيلقى. المهم مشيت اللعبة على أبو طالب وعلى عضوات المساطيل وصرت أنا لوحدي صاحب مقترح تصليح دكانة أبو شوكت ومشترات القمايش الحريمي والرجالي. كبير كبير يا أخ. بس ما سألتيني ليش يا لمعات؟ عم بسمعك. بدي فركش عليه كل بادرة وكل مقترح بده يقوم فيه مشان لما تيجي لجنة المحافظة على الحارة يكون مجنت ومو عامل شي بنوب بنوب. لا للحارة ولا لأهل الحارة. ما بتفوتك فايدة من يوم يومك وبيعجبني تفكيرك. وهيك شوي شوي بيملوا منه وبيكتوله مي باردة وبيقللوا حليق. أخ يا أخ أنت بدو يجي هاليوم. ولا يهمك يا لمعات ولا يهمك، عم أحفر له حفرة غميقة كتير. هذا أكيد واحد من زلمنا جايب لي أخبار عن أبو طالب. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي بدك يا بتصير عمي، بس هاي الليلة مرق لي إياها زرع بداني. لا يا عمي الطالب، أنا ما عندي مشكلة مريم تبات عنكم، ومعلومك أنا بحياتي ما منعتها تروح لعنكم، بس مشكلتي معها بتصرفها، ما فهمت شو عملت. كلامك مزبوط،
أنا تفاجأت، لذلك قلت لك زرع بداني. أنت بتمون علينا كلنا عمي. عمي بيعون الباري نهار بكرة بتكون عندك، وهذا وعد مني. البيت مو حلو من دونه. الله يديم المحبة بين خلقه عمي. يلا بالإذن عمي. ليش مستعجل؟ عود وشربك شيء؟ هلا أنا جاي جربكم، البيت عندي طاجين ومشلوشين. طيب على راحتك. أبو يحيى وصل عمك أبو طالب. بأمرك وبأمر حبيبنا وزعيمنا أبو طالب. الله يخليك. شرف عمي. لا والله ترجع. لا والله لا والله. يلا السلام عليكم. الله معك عمي. يسرك. الله يمرق الغيمة على خير يا رب. شو هالعمي اللي قلان؟ أبي زمتي بديني بينشرب مع المي الأكري. هي ما بعرف شو بدي أقول. خجلني بطيبته ونبله وكرمه. أنا من الأول قلت لك إنه هو ما في منه. أنا لهلأ ماني مصدق الشيء اللي عملته مريم. معلش تقبرني، إن شاء الله بكرة بترجع مثل الأول وأحسن. الله يسمع منك يا خالتي، لأنه هذا الشيء اللي صار لا ناقصني ولا ناقص أهلها. كل شيء بطولة البال بصير. أنا تعبان كتير وبدي نام. تصبحي على خير. وأنت من أهل الخير. ينصر دينك، ينصر دينك. شو؟ لك طول عمرك بعرفك ذكية، ذكية وفطنة. طمنيني يا أخا، شو صار؟ معناتها حكي نصري، كلامك طلع مزبوط وأبو طالب طايش 100%. ولسه لسه يا أخا ما شفت شيء، لأنه أول الرقص حنجري. والله ليجي يوم ينسى فيه اسم واسم اللي خلفه. اعتذاره بهالطريقة بتخليني اتجاوز عن كل شيء صار. يا الله يا مريم، هالغرفة مو حلوة ابدا من دونك. امي الله يرضى عليك، اهدي وكلمي ونامي وبكره الصباح رباح. خلص امي انا مرتاحه اكثر. هلا انت هيك مرتاحه ودمعتك ما نشفت على خدك؟ خلص امي مشان الله اتركوني بحالي. يو لسه بتقولي اتركوني بحالي؟ نتركك وانت بهالحاله؟ مريم قومي تقبريني، قومي عادي معنا، والله بتغيري الجو. لا حول ولا قوه الا بالله. لك نحن من خوفنا عليكي لك اختي. خلص امي برجعك مشان الله اتركوني بحالي مشان الله. الله يرضى عليك يا امي. هلا اذا اجى ابوك لحتى يحكي معك وعك تردي بوشه؟ لك شو صار لك اليوم؟ لك انت بحياتك ما رديتي بوش ابوك. ها ليك واجا ابي. شو يا عمو؟ برضاي عليكي مثل ما فهمتك، شو ما قال لك بتقولي له امرك. حاضر يا ابي، فهمتي؟ كانوا سكتوا هدي يا أم طالب لأنه بيحبنا وبيحبنا. بس إذا بدك الحقيقة كان لازم الليلة ترجع لعنده. الحمد لله الحمد لله يا أبو طالب اللي طلع الزلمة متفهم وابن حلال. الله يرحم والديك. انهينا يا بقى هالسيرة وبكرة الصباح رباح. الله وكيلك البنت ما نشفت دمعتها من ساعتها لهلأ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو طالب تقبرني،
اتركها هالليلة وما تحكي معها ولا كلمة. ما عرفتي لي شو مسببات هالبغضة المفاجئة؟ والله يا تقبرني، انت بتعرف بغض الحبايب مثل رغوة الصابون، ومثل ما بيقول المثل العتب على قد المحبة، يعني مثل ما تقول هي عتبت على جوزها لأنه تأخر مسك قضية معرفة أولاد الحرام اللي ورا مصايبنا. شيه، بس الزلمة فرغ نفسه. ما كانت بتعرف تقبرني، ما كان لسه واصل للخبر. إن شاء الله بكرة على بكرة تكون نامت وارتاحت، منحكي معها ومنفهمها. خلاص يا أنطالب، خلاص مثل ما بدك. الله يخلينا ياك يا رب وما يحرمنا منك. تقبر قلبي يعني كمان انت هالكف اللي ضربتها يا، والله زاد الطينة بلة. وهي الكبيرة مريم الحنونة اللي بحياة عمرك ما قلت لها كلمة بوشها. مريم مش عمرها خلاص. بتعرفي أبو بحبك ما بحبك. خلاص. الله يلعن الشيطان. ليش أنا مبسوط يا عم طالب بالشي اللي صار؟ بس البنت طلعتني عن طوري، شو ساوي؟ لكان تقبر قلبي، يرحم والديك، فوت لعندها وجبر بخاطرها بكلمة يشبر بخاطرك. ماشي يا طالب. الله لا يحرمك، إن شاء الله بتقبر قلبي. يلا ميمي تعي انت واختك مريم. انا متاسف على اللي بدر مني يا بنتي. لا يا أبي لا تأسف، أنت بتمون علي ليواريني التراب. يا الله، أول مرة بحياتي بمد إيدي عليك، لكن واللي بساط الأرض واللي رفع السماء يا بنتي ما كان القصد. ترجاك يا أبي لا تبرر ولا تعتذر، أي أب مكانك كان عمل مثل ما عملته أكثر. بس هيك عم توجعي لي قلبي لك بنتي. بيت الوجع على قلبي وعيوني، وأبو طالب الأنواتي ما ينفحوا الهوى. قلبي وربي يرضوا عليكي، قلبي وربي يرضوا عليكي دنيا وآخرة. وربي يديمك ظل وستر وخط وجسر للبيت وللناس يا أبي. ريت أيدي هي انكسرت ولنا مدت عليكي لك أنتي. أدعي على حالك يا أبي، أنا مستاهل أكثر من هيك. يا ضي عيوني انتي، يا فلزة كبدي، والله ما خاب ظني فيك يا بنتي. بس يا مريم، بس يا بنتي. مين إلي غيركن يا بنتي؟ نسيت كم مرة عرضتي حالك انت واختك للموت مع الفرنساوي مشان تطلعيني بالحبس. يا الله يا كريم يا جبار يا رب، ما شاء الله حولك وحواليك، أي طبط وصرت مثل الحصان. الحمد لله الحمد لله. معناتها الأغا أكيد رح يطلب منك ترجع على الشغل. صباحك بالخير أخي فواز. صباح الخير أختي عزيزة. الله يسترك ويحميك يا أخي. تسلم. يا رب. بسم الله. ما جاوبتني على سؤالي. على شو عم يا ولاد؟ بخصوص رجعتك على الشغل. ايوه يا ابني، يعني عدم مؤاخذه انا تارك شغلي وقاعد بالبيت كرمالك. والله يا عمي ابو العز ما بظني رح ارجع على الشغل هالكام يوم. ايش ليش بقى؟ الحقيقه مطلوب مني كف مغيب وما عندي مكان اتوارى فيه غير عندكم هون. وعن مين بدك كف مغيب لك عمي؟ من الدرك.
عن الدرك. ليش شو عامل لك اخي؟ يا جماعه شب انا عم خاتل عليكم بخاتل دغري بتصدقوا؟ عم تخاتل علينا؟ لك شب انا يا جماعه عم نمزح معكم شو انتم ما بتقوا مزح بدو؟ عمي احكي لنا قصتك والموضوع بضل بيناتنا. ايه علينا شب انا ابو العز حكينا كلمه بالغلط رح تبقى لي اياها. انا افتح الباب. عمي الآغا؟ الآغا بشحمه ولحمه. أهلين، تفضل. طمنيني، شو أخبار ضيفكم؟ الحمد لله، صار مثل الحصان. عظيم، إذا خليني أدخل وشوف الحصان يلي عندكم. شرف. نزلي غرام السيارة. أمرك. نورت وشرفت يا آغا. سعادة بتنزيل الغرام. حاضر آغا، حاضر. الله يرضى عليك يا أبي الدرداء. هات مياه تسلم ودي الله سلمى يلا يلا. انا عم سماني وقال لي طالما تعافيت لازم ارجع على شغلي. ايه شو جاوبته انت؟ انا قلت لهم هذا الشيء بيحدده جناب الاغا. بسيطة بسيطة. شو بتقول يا آغا؟ أنا راح أحكي معه وفهمه للحمار. يعني راح ضلني هون لحتى يكفوا الدرك بحثون عني؟ لك شو حكينا المرة الماضية؟ أمرك أمرك آغا. يسعد صباحك. تقبل صباح خير خالتي. أهلين تقبلني. تعال أحكي للصباح أنا. هاتي لي القهوة لإلك. يلا اشرب قهوتك. وهلأ أنا بجهز لك الفطور. لا لا شو فطور؟ ما في داعي بالمرة. يا تقبرني بدك تطلع من البيت بدون فطور؟ هلا بفطر بيت عمي. يا تقبرني إذا هذا السبب معك حق لأن الفطور مع مريم غير شكل. إن شاء الله تكون راقيت وهديت. لا غيمة بإذن الله وبتمرق. بيني وبينك خالتي قول تقبرني. ما نمت ولا عرفت طعم النوم لأني متعود على مريم. معك حق تقبرني، مو بس متعود عليها وبتحبها كمان. ما توقعت حالي يكون متعلق فيها لهالدرجة. الله يخليكم لبعض تقبل قلبي. أبو العز. نعم يا أغا. إذا كنت مالل من القعدة هون لوحدك تقدر تحمل طرب طريقك وتروح على المالكانة أنت وعزيزة وتركوا فواز هون لوحده لحتى يطيب منيح، لأنه مو حلوة نترك فواز هون في البيت مع بنت صبية لوحدهن. أعوذ بالله يا أغا، مو واردة ابنه؟ شفت شلون؟ بس كمان يا أغا يعني عدم مؤاخذة، مو واردة إنه روح أنا وعزيزي على المالكانة، البنت لساتها صغيرة وأنا ما بدي شغلها بالفلاحة وبالزراعة، شغلة السلة الممتازة وكفيتنا. لكن ترك فواز على راحته ولا تفتح معه أحاديث ما لها طعمة. بس أنا يا أغا لا لا تكذب. ها لا تكذب، اوعك تكذب علي، فهمت؟ أبو العز خليك عاقل، فهمت؟ حاضر حاضر حاضر. شو أبو إحياء؟ ما خلصت السيارة؟ لا خلصت سيدي. إن شاء الله مروق ومرتاح اليوم سيدي. منين بدي ارتاح؟ إذا ساعة زمن على بعضها مالي. يا لطيف. صراحة يا أبو إحياء شغلة مريم ما خلتني نام. أيوة. بصراحة أكثر ما توقعت حالي يكون متعلق فيها لهالدرجة. إيه كمان أنت سيدي لازم تعرف إنك أخذ ست ستات الشام بالجمال وبالأخلاق وبالسمعة. أنا مقدر هالشي يا أبو يحيى، بس تصرفها أذاني من جوا خلاني أفهم إنه مالي أي قيمة عندها. أعوذ بالله يا سيدنا، بشو أحلف لك إنه عندها إياك بالدنيا؟ بتقوم تتصرف بهي الطريقة؟ ساعد شيطان يا سيدي. هيك قلتك؟ أكيد يا سيدي، ولو لحد هلأ ما بتعرف محبة الست مريم لجنابك
بس الإنسان من عسر ويسر يعني، وهلأ هي إلا ما تكون ندمانة. إن شاء الله إن شاء الله. أكيد سيدي، وبكلمتين حلوين من تمك الحلو بترجعوا أحسن من أول ومثل السمنة والعسل إن شاء الله. يلا خلينا نمشي على بيت عمك أبو طالب. شو عرفك؟ تربيتك ومعدنك الطيب ما طوعوك عمك يجيبها، فقررت تروح تجيبها بذات نفسك. مظبوط. والله يا أبو يحيى إنك ذكي ومالك قليل أبدا. تربايتكم سيدي عشرة عمر يا رجل. يلا خلينا نمشي. يلا يلا بأمر عيونك. أم سلوان. حاضر يا ستي. تعي لهون. مريني يا ستي. اصحك تفكري إنه في شيء عم بيصير بهالبيت وأنا ما بعرفه. مثل شو يا ستي؟ حركشات مراد آغا فيكي مكشوفة بالنسبة لي. بس يا ستي أنا والله ما دخلني. أنت بتسمعي بس. حاضر يا ستي. قد ما تحركش فيكي بتصديه وبتتحاشي المكان اللي بيكون موجود فيه وما بتخليه يتمادى معك أبدا. بأمرك يا ستي بأمرك. وإذا بشوف أي حركة هيك ولا هيك رح يكون عقابك كتير عسير. حاضر يا ستي حاضر. ليلى لا يا آغا، مفكر حالك بتقدر تكون آغا على لمعات؟ ميت أهلا وسهلا بالمهلي. لا تقولي لي إنه الست مريم كمان اليوم وبالبيت خالتي أم عبدو. هو من سوء حظك من شوي طلعت. شو هالحكي؟ بس قالت لي ما رح تطول. الظاهر موظفة؟ لا أيوة. شو موظفة؟ لكن وين بتروح بلا مؤاخذة؟ لعند أهلها بتروح. الظاهر بتحب أهلها كتير. ومين ما بيحب أهله؟ مزبوط. بس الظاهر الست مريم بتحب أهلها زيادة عن اللزوم. ايه مزبوط. وأهلها من وين؟ من الأنوات. بسيطة. يلا بالإذن. لا أيوة. ما بصير تروحي بدون من ضيفك. مو قلتي لي هلأ راحت؟ بس هي ما رح تطول. إذا هيك معلش. الظاهر ما رح تحل عني لحتى تشوف مريم. يا ترى إلا إنه هي متخانقة هي وجوزها وريحها وريح حالي. عن إذنك لحساوي قوي. شلونك نعيد؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أعطي هدول للحريم خليهم يزبطوني المطبوع يزبطونا يلا عبد الحوام. بس الحريم راحوا لعند الست نعيمة روحها رجع. أيوة. لك أنا وظبهم ونظفهم أنت. يلا قوام على الحارة. يلا. شو أبو العباس؟ لا تلي ما عجبك المشوار. لا مشوار ظريف وريحني كثير. شو قلت لك أنا؟ خلاص كل ما داخل أكبر بدك نفس المشوار. بدك يانا طالعين نازلين على الصيد ونترك قصة الطلال هيك؟ بس أنا مو هيك قصدت. لك شو بتقصد؟ قسما عظما ما بترك قصة الطلال لو كان بسابع أرض. يا أبو العباس أنا قصدي إنه نحنا منضرب عصفورين بحجر، منه مندقدس على أخباره لهداق المغضوب، ومنه كمان منتسلى ومنضيع وقت. شو بدي لك محسين؟ قول. ما بعرف هيك في شي حببني براضي المزة اللي كنا عم نصيد فيها. شي مثل شو؟ ما بعرف. بس أراضي المزة مثل أراضي الشام كلها. أراضي المزة فيها طعم ولون تاني. بجوز من حلاوة الصبارة اللي فيها. ايه؟ جايز. فاطمة بنت أحمد خالي سليم. نائلة بنت عز الدين. عز الدين من بغجاتي. إنعام. إنعام بنت سعد الدين. كل عام النجار. كملوا 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 بس بدي اشربكم فنجان قهوة مشان تقلوا ريقكم. الله يعطيكم العافية. إن شاء الله سخنة 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 لأنه دائما باردة بتجي. الله يسامحك يا شيخ. لا فيني أمرك مختار. الله يقويكم لفعل الخير.
ماشي حالك يسموني. ان شاء الله انا وصحة. هلا اجمد وقلبه ابيض من كل الناس. اجمد وقلبه ابيض من كل الناس. هذا سميع. سميح بدي اسالك مين له مصلحه يحرمنا من العطيه اللي بيعطيناها الزعيم ابو طالب؟ اكيد شيء من حرام. من حرام؟ لك انت اشجب ومطحن على اهبل. انا اشجب طحن؟ الله يسامحك يا ام مرزوق. لك انا حدا بيجاوبني هالجواب هيك؟ هذا جواب؟ انت سالتني وانا جاوبتك. انا قصدي يعني مين له مصلحه بحرق دكانه هالمسكين الخياط ابو شوكات؟ لك اذا المغفر بقدره وجلاله وسلطانه ما قدر يعرف مين، انا الدكان يعرف مين. والسلام عليكم. عليكم السلام. اهلين يا روحي. اهلين سعاد. هات شاي. قل له انتقلوا. ها ايه ايه تقل لهم يا للشباب شلونكم ان شاء الله. يعينك بالخير. اهلين حبيبي. يا رب يا كاشف الأسرار يا قهار يا رب يا عليم أنت تعلمنا بالغايب يا رب تكشف إنا الأسرار يا رب يا كريم يا قهار أنت يا جبار تكشف المستور يا رب يا كريم ما لنا غيرك ما لنا غيرك يا رب يا رب دقيق اسمك ما بعد بشوفك. بدنا الحاره يا اغا. السلام عليكم. اهلا من اغا. وعليكم السلام ورحمه الله. على اغا مين؟ شرف اغا. تفضل تفضل كاسه شاي. تسلم. على كل حال ما راح اخجلك يا مسعد. والله ما بتنور القهوه يا اغا. على عيني بس لكن مستعجل شوي جيب لي اياها الديوان الجماعه مستنوني. ايه على راسي احلى كاسه شاي تخدم شواربك شوارب العضوات. تسلم يا مسعد. كيف الشغل شباب؟ تمام اغا تمام. الله يعطيكم العافيه. تيسروا. مدحت عيونك 10/10. قوموا يا اغا. ما عرفت مين هالابن الحرام اللي حرق دكانه الخياط حرمنا من اللبس؟ التحريات شغاله والا ما نكشفه لهالابن الحرام هاد. ايه بس هيك يعني وقعت برقبتنا نحن. ايه حصلتي علينا؟ ولا يهمكم راح نلاقي له فتوى ونرجع لكم اللبس. ايه الله يقويكم يا رب. الله يقويكم. الله يسلمك مسعد. الحقني بالشاي بعيوني يا اغا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. طلع يا اغا. دعي 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 بتراهن انه الاغا رح يعرف مين اللي حرق الدكان؟ لك ما في مثله هذا الاغا. هذا الاغا زكي 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 سبحان الذي خلقه. والله ادبو على الحاره وكريم. سعديه سعديه بنت عبد اللطيف القصه. بنت عبد اللطيف. السلام عليكم. وعليكم السلام. خليكم مرتاحين يا جماعة. شواج بس خليك مرتاح يا أبو عدنان. مطرحك ولو تسلم. يعني ما بدك تكفي عن حاجة. الله يخلي لي إياك يا أبو عدنان. تسلم تسلم. تفضلوا استريحوا. طمنونا شو الأخبار؟ الحمد لله تمام الأمور بخير. يا سيدي الله يعطيكم العافية. شو بعيده تأخر أبو طالب؟ ما بقى إلا يجي. هي أحلى كاسة شاي لأحلى عضوات بالدنيا كلها. يخرج عزم كمان. تفضل ابو عدنان. سعد يسلموك. هات لنشوف دون هالكروك. ان شاء الله مجاري الهنا يا اغا. روع عمي مسعد. هي عمومك العضوات عم يدونوا مقترح تجويز عزابية الحارة ألم قايم. عم تحكي عن جد يا اغا؟ ها ليكن عم يسجلوا الأسامي. حطيتوا اسمي يا سيادنا؟ طالما جيت وجيت ليكني رح سجل اسمك. مسعد ابن محمود الأغواني. وهي قدام عينك. ها يقبرني الله. هي العضوات بذات نفسهم عم يتدخلوا بجوازتي. يلا لكان بسرعة روح جيب حلوان على الخبرية. ليك ها اكرك عزم. كروج لكان وشوف شغله. يلا يا ريت يا سيدنا تحط ملاحظة بجنب اسمي. شو الملاحظة هاي؟ بدي عروستي تكون طويلة. السلام عليكم. تكرم. تأخيرة أبو طالب يا جماعة بتشلش البال والفكر. لا لا ما بقى إلا يجي. مزبوط مزبوط. مع إنه نحن متفقين معه نكون بكير هون. غريب ما له بالعادة. Thank you.
جوزها. والله ولا انا يا اختي. معقول هي اللي كانت روحها معلقه فيه تعمل هالعمايه؟ يا خوفي يكون ما عملها شي عمل. عمل شو؟ ما بعرف. بس يعني مو شايفه كيف صاير معها؟ طول الوقت عم تعيط، هي بعمرها ما كان يطلع صوتها. قلتك؟ ايه لك. بيقولوا هي على قد المحبة. انه محبة هيك؟ ما بدها تسمع بسيرته منو؟ ما بعرف، مو بيقولوا هيك خناق الحبايب؟ بس مو لهالدرجة لك اختي. شو صار معك يا ام طالب؟ والله تقبرني يعني لساتها نايمة البنت. فيقي يا فيقي. بدها مدبر حلبون يعني؟ قولي على قامتي. امبارح الليل بطوله ما نامته. يعني عم بقول لحالي خلينا نفطر وبعد ما نفطر بعود فيقة. شي كمان ما بدها تفطر معنا؟ عم بقلك يا ابن الحلال الليل بطوله ما نامته. طالي وعدنا جوزها مع طلوع الضو تكون عنده عيب. انا بعمري ما وعدت مخلوق وخلفت معه ببرهة. ايه معلش تقبرني، يعني صهرنا مو غريب. إذا غبت عنه ساعة ساعتين يعني ما فيها شيء. اللهم طولك يا روح. أم طالب الله يرضى عليكي، أنا وراي خلايا وأمام ماني فاضي لهالعي. يرحم والديك طول بالك. الله أكبر الله أكبر يا أم طالب، قلت لك وراي شغل الله يرضى عليكي، والعضوات عم بيستنوني بديوان الزعامة عيب. أهلين 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 وسهلين. أهلين بالآبا، شرفوا شيخنا شرفوا. والله شلشتنا عليك يا أبو طالب. إلا لحالنا، صاير معك شي كاينة لا سمح الله. لا لا بدنا نطمن عليك لأنه تأخرت علينا. عرضية عرضية يا أخوان، شرفوا. يا عليم الله مالك على بعضك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا جماعة منحكي بعدين، شرفوا. تفضل. يلا 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 يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا. يو هاي اجانا ضيوف يا ماما الشام. تعالي شي بدوله القهوه؟ تعالي حطيها، انا رح اقوم الطنجره. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ها وهي طالب شيخ الشباب قاعد على المرجوحه. عقبال ما نشوفك مصمود على الاسكي ان شاء الله يا رب. الله يبارك فيك يا مراد اغا. لا الحمد لله نشنش وصحته صارت منيحة وصار مثل الحصان. الحمد لله يا مراد آغا. الحمد لله. هاي من عمك مراد آغا، هدية أمتك بالسلامة. السلام عمو. الله يخليك يا مراد آغا. تسلم يا أبو طالب، طالب مثل ابني. الله يحميه الله يحميه ويكبره أكثر وأكثر ونشوفه عريس بإذن الله. كريم أمين كريم وبيك سبع الفلق. أصيل يا أغا أصيل. مقبولة منك مراد أغا. ولو طالب مثل أولادي. الله يعزك، شرفوا عمي. الله يسلمك، شرفوا. تفضل. يلا يلا يا أغا. يا ميت أهلا وسهلا. يلا أمي. يا ما يا ما شو تقبرني؟ شوفوا شو عطاني عمي. ان شاء الله الهي بيعطي اولاد اولاده لهالمزوق الكريم. شو بدك تعمل فيها حبيبي؟ اكيد بدي احطهم بالمكموره مو؟ لا لا بدي اعطيهم لمريم حق الابقاء. شو بدك تقبرني؟